ادخلنا من حيث تعلمنا فزد وجود بما ترضى به عن نبيك الشيخ نور العلماء. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. صفة ربانا أن نقضي بيون مرحبا وعين مقيام بنا بالشيخ نور العلماء وشر إبليس وشر عدي شرور حاكمين وصاحبهم وفاكرهم بالشيخ نور العلماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنا لله فانا موت يا همانا والقرب بنا إلى بالشيخ نور العلماء ولا تردنا ومن عدينا وصلنا في مفرد بالشيخ نور العلماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أرسل إلينا كل مخلوق شريرا وتفرا أنت الذي أمرت عليه بالشيخ نور العلماء. واختم أخيرتنا بنا لا إله إلا الله وفضلنا إيماننا بالشيخ نور العلماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله محمد رسول الله. ثبت الأقدامنا للصراط إنما نمشي عليه ربنا بالشيخ نور العلماء. أقرر قلوبنا بإقرار علينا باللقاء للوجه يا علمنا بالشيخ نور العلماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. واغفر لنا ولوالدينا ولأحبائنا ولأهلنا بالشيخ نور العلماء وبرهان الله وعليه القادر شيخي ومولانا سبي القطب نور العلماء. صل وسلم يا إله والآل والأصحاب هم شيخ نور العلماء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلى الله وسلم على خير البشر محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا أرحم الراحمين يا رب سبحانه وتعالى.
നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് اللهم أعوذ وبلغ الغرباء بما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما مدحناه هدية منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع أهل الخير والطاعة كلهم أجمعين خصوصا منهم الى حضره شيخنا وسندنا تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره العزيز والى حضره شيخنا نور العلماء قدس الله سره العزيز اللهم احفظ علينا من فيوضاتهم وعمدنا بمددهم وحمنا بحمايتهم واحفظنا بحفظهم يا خير الحافظين اللهم إنا نسألك متوسلين بهم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا ولا عيبا إلا سترتا ولا هما إلا فرجتا ولا أمرا إلا كشفتا ولا دينا إلا أديتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا سهرا إلا أبطلتا ولا مصادا إلا أصلحتا ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاه وصلاه إلا قضيتها ويسرت طرقها يا رب العالمين اللهم يا ليت من كاتنا في نهره ومر مكر بنا عائدا إليه وحفرة من حفرنا حفرة واقعا هو فيها ومن سبق لنا سبقة الهداية له يا سيدي مسارا إليها ومسارا فيها مأخيرا لديها اللهم لا تمكن العداء فينا ولا تسلطه علينا لذنوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا للغبار كما ظهر منا وما بطن اللهم قضيت لنا من أمر من أمر وجعل عاقبته خيرا مرشدا وإلى أهل جميع أمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم وأموالنا وأنتم وتجاوز عنا وأنتم اللهم اجعل القبور روضة من ريان الجنان ولا تجعل قبورنا وقبورا حفرا من حفر النيران اللهم اجعل اجمع بيننا وبينهم في دائره جبال حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اختم أمورنا بالخير والسعادة آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم